لاعب كبير وانه بيحصد في الجوائز وبيحصد في الالقاب واستحق امير، ولكن اكيد كان عنده مشكله دايما كل ما يجي المنتخب. المشكله المره دي في التيشيرت بصراحه، يعني الناس كلها بتعلق على موضوع التيشيرت الخاص بمحمد صلاح واللي نزله او كانت صوره ليه نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي اول امبارح تقريبا بالتحديد، فبالتالي ناس كتير جدا علقت على قصده صلاح بالتيشيرت ده. بس اعتقد ان انت عندك الجديد يا استاذ ايهاب. اكيد عندنا كلام نقوله في الموضوع ده وسريعا يا امير. خلينا نقول ان صفحات النجوم الكبار محمد صلاح بقى ضمن مثلث الرعب، واحد من افضل لعيبه العالم، واحد من افضل لعيبه اوروبا، وبالتالي ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، اي اسم من الاسماء الكبيره دي اي صوره بيحطها شكليا كاعلان على صفحته على ايا كان بقى نوع التواصل الاجتماعي، على تويتر، على انستجرام، على يعني اي حاجه بيحطها بالظبط بيبقى ليها قيم ماليه، بتبقى في اعلانات. مره عمل الاعلام بتاع الملابس الداخليه والناس قعدت تتكلم في الاخر على حاجات بتتعمل عادي، ولكن هذا الموقف وهذا التصوير في التيشيرت الاخير عمل حاله بين الناس كلها، حالتين. التيشيرت اللي محمد صلاح لبسه عليه صوره لاحد المواقع الاباحيه، والتصريحات كلها وسكاي نيوز والبي بي سي والمواقع الكبيره اتكلمت في سكه. برضو اخواننا المصريين شايلين حمل الدفاع، ومحمد نجم كبير وكلنا طبعاً بندافع عنه لان نجم كبير. البعض بقى امير ابتدى يقول ان محمد صلاح لبس التيشيرت ده علشان يحارب المواقع الاباحيه، وده كان تصريح للكابتن هاني رمزي، وهاني رمزي مدرب المنتخب، وكمان هبل هيطه مدير المنتخب اللي يعود من جديد، ويعني وعلامات استفهام على عوده قبل ايه بعد ما حصل على كاس العالم، لكن ده مش موضوعنا. يعود من جديد يقول لك انا هقعد معاه واتكلم معاه، ما حدش ليه كلمه على محمد صلاح او يعمل نفسه وصي او 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 مش تتكلم معاه في حاجه، لان الموضوع ده عدى خلاص. وابقى فكرني نتكلم عن قصه الغاء مباراه مصر والامارات يا امير، لكن في هذه الصوره تحديدا. خليني اقول لك ان الماركه دي المصمم فليب بلين ده الماني عايش في ايطاليا، وتربطه علاقه بمحمد صلاح ووكيله من نادي روما، لان هو واحد من المصممين الكبار على مستوى العالم. حتى الماركه باسمه فليب بلين دي ماركه باسمه من اغلى ماركات العالم. عامل كامبين مع المنتج الاباحي ده او الشركه، وبالتالي عليه لوجو الشركه الاباحيه وعليه لوجو فليب بلين اللي هو بتاعه. الناس بقى تقول لك ايه، ان صلاح عامل التيشيرت ده عشان يحارب الاباحيه. هو الراجل اللي قال لا مع ولا ضد، وانا هتحفظ على موقف صلاح، هتحفظ على موقف صلاح بالتيشيرت ده. لكن بالبحث عن فليب بلين في هذه القصة، الراجل ده شير معاهم وشريك مع هذا الموقع الإباحي في إعلانات كتير وفي حاجات كتير و و و و وبالتالي هنا مفيش حاجة اسمها محاربة إباحية. وعندما ده كلام مهم جدا يا بوب بصراحة، ده كلام مهم، وبعدين الناس مفسراه بطريقة مختلفة. الناس مفسراه بطريقة مختلفة، ولما تدخل وتبحث أكتر تلاقي إن الراجل ده عامل كامبين مع 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 الموقع ده، وفي نفس الوقت الناس قالت لك إيه، في صورة جمجمة عليها عظمتين جنب لوجو الموقع الإباحي أو المجلة الإباحية، وبالتالي ده يبقى ضد ده. أنا عايز أقول للناس دي إن اللوجو ده أو الجمجمة دي هي اللوجو بتاع البراند بتاع فليب بلين، ملوش علاقة بإن ده ضد ده، واللي مكتوب هو مشروع كذا، مشروع الكلمة التانية أو الحاجة التانية، مكتوب كده مشروع كذا. محمد صلاح 100% لبسه بدون قصد، بدون وعي، بدون أي حاجة. محمد صلاح أكيد عنده إدراك أكبر من كده، لكن بين مؤيد ومعارض ومدافع كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، وبالتالي الحديث على أن محمد مع أو ضد بلاش نتكلم فيه، لأن هذا التيشيرت وهذه العلامة واضحة جدا، وأن دي مش ضد دي خالص خالص خالص. ده دي ماركة ملابس ودي ماركة حاجة تانية، والماركة الإباحية والملابس محطوطين جنب بعض، ده مش معناهم اللي ضد بعض، والمكتوب إن ده مشروع كذا 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 كذا. في هذا التوقيت إحنا دايما دايما بنآزر وبنشجع محمد صلاح، وأنا بقول لك أهو وبراهنك وبكلمك على الهواء، محمد مش هيعقب على القصة دي، دي حاجة وهتتقفل. فأنا مش عايز الناس تجتهد كتير ما بين مؤيد ومعارض، وأكيد ليها ملابسات، أكيد ليها قصة، أكيد ليها حدوتة مع صديقه فليب بلين وصديق رامي وكيل أعماله وأمور.